السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم طريقة عمل الجيب الشق. قصيت ورق الجيوب اهوت بالشكل ده، الحرف بتاع الجيب. اول حاجة بنجهز الحرف بتاع الجيب، بنجوزه على المكنة ونثبته. الجيب ده عليه شريط جاهز من الشرايط اللي عليها طباعة عشان يدي شكل كويس يعني. قصيت الشريط على قد حرف الجيب وهنثبته بالمكنة من الجنبين، من هنا ومن هنا. نبدأ من بره الأول. نقيس عرض الشريط 2 سنتي، عرض الشريط ده 2 سنتي اللي فيه الطباعة. نيجي على ورقة الجيب، ونركبه. نركبه كده. دي الورقة التانية بتاعتها. نجيب الصدر بتاع الجاكيت، انا معلمه مسبقا تقريبا المقاسات ديت في المقاسات المتوسطة او العادية ثابتة تقريبا 10 سنتي من الجنب. فتحة الجيب 16، العرض ده على قد حرف الجيب، هنخليه 2 سنتي على قد الشريط، 2 سنتي في 16، البعد من الكتف 36 تقريبا. نبدأ بتركيب الجيب. نبدأ بديهات اللي احنا جهزناها في الخط الأول ده، اليمة الايه السوستة هنا، نحط حرف الجيب كده، نخيط، نسيب فوق حوالي 2 سنتي هنا. والخياطة اللي هنخيطها هي خياطة تثبيت الشريط اللي هي 2 سنتي اللي هنا، هنخيط من ظهرها هنا. 2 سنتي هما 2 لفوق، نحطها على العلام بالظبط. خياطة واحنا ماشيين نشوف العلام ونمشي عليه بالظبط واحدة واحدة. عند نهاية العلام نعمل علامة عشان ما نعدوش.
التانية وخيط عليها الخيالة بتاعت الوش بتاعها، نخليه هو اللي تحت، نفس الاثنين سنت اللي فوق نسيبهم. نمشي على العلم هنا بالظبط، عندي نهاية العلم بالظبط، نعمل علامة عشان ما نعدوش. نربط الخياطة، البدايات والنهايات مع بعض. نيجي في النص هنا نعمل فرد بالمقص، نحط ايدينا كده ونشق من الظهر. للاخر بحوالي 2 سنتي بنعمل مثلث. للآخر بحوالي 2 سنتي هنشق مثلث كده. ندخل الورقة الأولى اللي ما فيهاش الحرف، نقول عليها خيالة، وندخل الورقة الثانية. نثبته من جوه، نرفع دي براحة كده، المثلثة اللي احنا شقيناها ونربطها بالخياطة من جوه، نتأكد ان الأحراف كلها متساوية. ربط خياطة، اليمة التانية، تجيب خلص من بره، بنقفل الجيوب، الورق الجيوب من جوه اللي هو
الورق ده عشان تبقى مقفول. كما ربطنا الخياطة كده. هياخد مكوى بس خلاص كده تمام. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.